فيكم صايم؟ انت يا نت؟ شوف، ما حد يقدر يمنعني اني اخذ معاي بنتي. مساء الخير. مساء النور. كنا بروحك قاعده. ايه كلهم ناموا. وقلت يعني انطرك يمكن تبي شيء. مشكوره ما تقصرين. انا ما احتاج. ما تبي شيء؟ سلامتك. تصبح على خير. تمنى. نورا. يعني اذا ما فيك نوم عادي نقعد مع بعض. اي عادي عادي. اصلا انا يعني انا ما راح انام. احب اسمعك تسولف تقول اللي بداخلك. اي والله نورا. بهالوقت انا احتاج اقعد مع احد واسولف معه. احس نفسي وايد متشتت. أول مرة أشوفك مهتمة بنفسك كذي. مو أنا كذي. لما يكون عندي وقت أحب إني أهتم بنفسي. ما شاء الله عليك. أنا ما أتوقع إنك تحبني مثل صمود. بس يكفيني أحس إنك قريب مني. وإنك مهتم فيني. إيه بس نورا لا تستهين بنفسك. يعني أنت إنسانة راقية وذكية وكل الصفات اللي فيك تنحبني. مشكور على هالمجاملة. أنا ما قاعد أجامل. هذا الصدق. هين يا نورة، أنا علمتش، بنشوف من راح يضحك بالأخير. عبد الله. ما تبي تبدل ثيابك؟ بلا ببدل وانام. تصبحين على خير. عبد الله. عبد الله انا اسفه. ليش تسفين؟ ترى ما صار شيء. لا انا غلط. مهما كان مو المفروض اني افكر بحد غيرك عقب ما تزوجتك. ما علي نورا. الظروف اللي تزوجنا فيها تخليني اعذرك. ولو انت في النهاية زوجي. ربي انا ما ودي تطلع من غرفتي وانت متضايق. ما عليه، حصل خير. عبد الله، ودي اسألك سؤال واتمنى انك تجاوبني عليه. انت صدق حاسس بمشاعر صوبي؟ خلاص، اذا ما تبي تجاوب عادي. لا تضايق روحك. لا نورا، أنا برد على سؤالك. أنا لو مو حاسس مشاعر اتجاهك كان ما فكرت أنام عندك بالدار. أنا ما أدري شو فكرت فيها بس صدق نورا، أنا وايد حاسس إن أنت وايد قريبة علي. وأنا بعد عندي نفس الشعور. يعني خلاص أنت متضايق؟ ماني متضايق. ربي أنا ما أدري إيش فيني، صايرة جريئة وايد اليوم. إحنا بنتين واقفين هنا وايد.
مو اليوم لازم تكون بالمشروع، لأن لجنة الأشراف يبون يشكلون على المباني. أنا قد قبل أروح المشروع ودي أتكلم معك بموضوع مهم. أدري شنو الموضوع بخصوص بوريم صح؟ الظاهر تدري بالسالفة. المهندس ماجد كل يوم يتصل علي ويقول لي كل شيء يصير. بس يا عبد الله اللي قاعد يصير هذا غلط. بوريم قاعد يتدخل بشغلنا وقاعد يتدخل وايد بالشركة، وهذا الشيء راح يسبب لنا أزمة كبيرة. بصراحة مو عارف شو أسوي معه. توهكت. حاجب أنت. حاجب أنت عشان تسحب التوكيل منه. ما ينفع. هو كان شرطه قبل لا اتزوج بنته انه يدير حصه فيصل وام فيصل، لو ما كنت موافق كان رفض اني اتزوجها، واذا رفض اتزوجها كان دشيت مشكله اكبر من كذي، لانه هو كان مصر انه ياخذ توكيل عام منها. زين والحل شنو؟ بصراحه ما اعرف شو اسوي. تفضل. على جمال. بوريم برا وبده يشوفك. زين حلو. قعد معاه وتكلمه. وتحط النقاط على الحروف وتفكنا من السالفه هذه. قولي لي خيدش. حاضر. زين انا بمشي، بس قبل لا امشي ودي اقول لك شيء. ابى ازورك اليوم البيت، عندي موضوع مهم لازم اكلمك فيه. بخصوص صمود؟ مو بخصوص صمود، موضوع ثاني وهم بكلمك بخصوص صمود بعد. حياك. يلا السلام عليكم. مع السلامه. من حق التمكيجين؟ مكياج حق نفسي، يعني إذا بحط مكياج لازم يكون حق أحد؟ خفف الروج اللي أنت حاطته وقومي بدل ثيابك بنطلع. وين نطلع؟ بنروح عند صمود، بنروح بيتهم. روح عند صمود؟ إيش حق نروح عندها؟ سمعي كلامي، بدل ثيابك وامشي، بنروح ونرد قبل عبد الله يرجع. ما أبي أروح عند صمود ولا أبي أشوفها. ما سمعت إيش قلتي؟ خلاص إن شاء الله حاضر، بس خالتي أعطيني ساعة وأكون جاهزة. خمس دقايق وناطرتك يلا. صايفيك؟ شنو شفيني؟ لا ما فيك شيء. بسم الله عليك، جنك البخت قمر. ايش فيك جنك بتموتين؟ روحي روحي غيري ثيابك وعد لوجهك. ام راشد كلمتني الحين بتينا. ليش؟ ايش عندها؟ عاد ليش ايش عندها؟ ايش دراني عنها؟ قالت بزورك، ما اقول علاتين؟ يلا روحي روحي غيري ثيابك وغيري هذا وجهك بعد. يلا. ريم؟ هلا. هلا؟ مش عندك واقفة هني؟ ولا شيء. أفا يا ريم، ما هقيتك مثل بعض الناس توقفين عند الباب وتصرخين. خبري عاجل. دارج دارج يلا. إن شاء الله. نورة. هلا خالتي. هلا حبيبتي، أنا ومهب نطلع بنروح مشوار، بعتمد عليك بسالفة الغداء. حاضر من عيون الثنتين تامرين أمر. شنو أطبخ؟ اللي تحبونه. مجبوس لحم؟ حلو، عبد الله يحب الأكلة هذه. أدري. تبون شيء وأنا رادة؟ لا سلامتك. ما شاء الله أشوفك مستانسة. في سبب؟ ولا شيء، يعني قعدت اليوم الصبح لقيت نفسي مستانسة. إن شاء الله دوم. وأنا أكره يعني أشوفك مستانسة. الله يسمع منك. بوريم، من الآخر أقول لك إياها، ما راح تقدر تدير ورث فيصل وأم فيصل قبل لا نخلص موضوع الورث، وبكذي مصلحتنا كلنا، وأهم شيء مصلحة الشركة. وأنا مثلك، أنا هم مثلك، تهمني مصلحة الشركة ومو قاعد أسوي إلا لمصلحة الشركة. وأنا متأكد من هالشيء، بس اللي حاب أقول لك إياه اللي بوقتنا الحالي أنا المسؤول وأنا اللي أقرر. يعني ما يصير أي واحد يقعد ويقرر، شيء راح تصير فوضى. عدل بنورة. عدل كلامك يا عبد الله. أنا من رأيي يا جماعة
ننطر لين ينتهي المحامي من اجراءات حصر الورث، وعقبها كل واحد يعرف اللي له واللي عليه، وبكذي نقدر نتصرف احنا. وانت الحين ساكت صار لك ساعه، ويوم حكيت قمت تدخله، يعني سكت دهرا ونطق كفرا؟ ويعني عشان جاي وياك انا تبيني ابصم على كل شيء تقوله؟ يا اخي هذه وجهه نظري. بريم حد حسابك، ترى احنا قاعد نتناقش. اسمع يا عبد الله، انا بقولها لك من الاخر، انا من حقي اقرر حالي حالك، وهالكرسي هذا مو ملكك بروحك، واذا انا تنازلت لك عن الاداره اداره الشركه، مو معنى هذا ان انت تمشيني وتسيرني على كيفك. انا بتصرف بالشركه غصبا عن اللي يرضى وعن اللي ما يرضى. سلام عليكم. ها زين قاعد، خلينا نتناقش. عاجبك اللي قاله؟ خلنا نمشي انا يبا. بس على فكره يا ولدي يا عبد الله، ترى انا ما لي شغل بالتصرفات بريم، انا ريال في حالي، ماني ناطر شيء من احد. لكن بريم الله يسامحه مو راضي يتركني بحالي. يلا يبا، فما الله، مع السلامه. خير؟ ليش بوزت شبرين؟ تبين تاخذيني عند صمود وانا اللي تسببت بطلاقها من عبد الله، شلون تبين اكون مستانسه؟ خايفه من صمود؟ لا مو خايفه من احد، ايش اللي يجبرنا اروح عندها؟ لو فوق هذا ما تبين اعلم عبد الله، تبين يحقد علي بزياده. وليش من الاساس عبد الله بيحقد عليك؟ مو انا اللي كشفت حقيقه صمود عنده؟ هذه مشكلتك الصج، كذبتي على عبد الله وخايفة الحين من صمود، وخايفة عبد الله يكرهك زيادة. لا أنا ما كذبت على عبد الله. لا كذبتي ولا تجادلين. أنا أدري بالأخير راح أدفع الثمن. الله يرحمها أمي، لو كانت عايشة ما كان حالي كذي. الهج دخل أمك بالسالفة، أقدر أفهم؟ لأن اليتيم طول ما هو عايش حقوقه مأخوذة منه، وأنا يتيمة مالي أحد بهالدنيا، فعشان كذي ما عندك مشكلة، سوي فيني اللي تبينه. بس كل همك سعادة ولدك وصموده. آه منك يا مها، الله يصبر قلبي عليك. تبين الصج؟ ودي أضحك، بس أنت واحدة ما لك حل. هلا خالتي مراشد، حياك. هو صمود شلونك حبيبتي؟ الحمد لله بخير. حياك خالتي. هلا مراشد، حيا الله منيان. الله يحييك، شلونك فاطمة؟ خير دامك بخير. عسى حياك. مها وينك؟ تعالي. ايش حقا جايبة هذه معاك؟ شنو ايش حقا جايبة هذه معاك؟ شنو انا سويت؟ ترى انا ما سويت شيء، الغلطة هذه غلطة صمود، هي اللي خلت عبد الله يشوف تليفونه. مها انا ايش قلت لك في البيت؟ ما قلت ما ابي اسمع منك ولا كلمة الا اذا انا قلت لك تكلمي. خلاص ان شاء الله حاضر على امرك يا خالتي، بس قلت. ايش دعوة يا فاطمة؟ ترى احنا في بيتك، ما يجوز هالكلام. ايش تبيني اسوي؟ ايش تبيني اسوي عقب اللي سويتوه في بنتي؟ اخذكم بالاحضان ولا افرش لكم الارض ورد؟ شفتي يا خالتي؟ هذه الحرمة ما تحترم أحد. أنت وتاليتها معاك، ألقاها منك ولا من منو؟ سكتي. إن شاء الله بعد تبيني أنا أسكت. والله يا ليت تكوني سويتي خير. أنا جاية هني عشان أتكلم مع صمود بكلمتين. قولي خالتي أسمعك. سمعيني صمود حبيبتي، أنا جاية هني لسببين. السبب الأول والأهم إني متأكدة إنك تحبين عبد الله مثل ما هو يحبك، والشاب اللي كنتي قاعدة معاه لا يمكن تكون علاقة بينك وبينه. أي والله ما قصرتي، مشكورة. شعقبة هالكلام؟ عقب ما ولدش طلق بنتي سنين وانت معارضة زواجهم، شو اللي تغير الحين؟ يما خلي خالتي تتحكى، قولي خالتي أسمعك. والسبب الثاني، وايد فكرت شلون أقنع عبد الله إنش أنت ما كنت تخونيني. صدقت عاد الحين صدق، صدقت ان قلبك على بنتي، ان شاء الله عليك. وتاليتها فاطمه، اتكلم ولا امشي؟ لا انا اسفه،
بسكت. بس الله يستر، ايش قاعد تخططين له؟ اخطط خير ان شاء الله. صمود حبيبتي، الشاب اللي كنتي قاعده معاه بالكافي شوب، رقمه عندك موجود الحين، واذا عندك اعطيني اياه. بس انت تبين رقمه ليش؟ ابي وبعدين اقول لك ليش. معقول يا خالتي هي للحين عندها رقمه؟ هذا اذا كانت تفكر فيه بعد شيء ثاني. انا اموت واعرف انت حاقده علي وتكرهيني ليش؟ انا شو سويت لك؟ لا يا صمود لا، ترى مهما تكرهك ولا حاقده عليك، بالعكس ترى حست بغلطتها وعلى هالاساس جت معاي وتعتذر منك. انا اعتذر حق هذه؟ ليش خالتي انا سويت؟ انا ما سويت شيء غلط. ما راح اقعد ولا دقيقه هني، والله هذا الناقص اعتذر لها. لا والشكر. ريم حبيبتي خلص ما في داعي، انا اكمل الباجي، روحي انت. ايش فيك مشتطه؟ نطلك عرج وصل للصاله ورد، ايش فيك؟ انا ليش هني؟ حق علي. عشتو؟ مسجات بعد؟ ننطرك على الغداء، لا تتأخر علينا، طبخت لك أكلة وايد تحبها. نسيتك أوراق جاهزة. في شيء ثاني بعد؟ لا أستاذ. تفضلي. ميرسي. خلص شغلي بسرعة وأجيك، وعلى فكرة طول اليوم قاعد أفكر فيك. خالتي أنت ليش ما تحسين فيني؟ ليش تبين تصغريني قدام صمود وأمها؟ انت غلطتي ولازم تعتذرين. لا انا ما غلط، والدليل ان صمود للحين محتفظه برقم الريال اللي تحبه واللي كانت توعده من ورانا. والدليل مثل ما تقولين، اصعدت دارها فوق ويابت تلفونها القديم وعطتنا الرقم. لا كذابه، احنا لو دورنا بتلفونها الجديد كان لقينا رقمه. مها انت ايش تبين بالضبط؟ ترى خلاص تعبت منك، ايش تبين؟ انا بس ودي اعرف انت ليش تبين صمود ترجع لعبد الله؟ خلاص مو هو طلقها، خل تذلف. انت ما تفهمين شيء، عبد الله يعتقد اني انا اعرف ان صمود تعرف واحد ثاني، واني انا خدعته مثل ما هي خدعته. الامور هذه انت ما تفهمينها، انا من امس مو قادره احط عيني بعين ولدي، انت فاهمه ولا لا؟ انت كل شيء عندك عادي. اه خالتي الله يسامحك لا تظلميني. زين انا عندي لك راي، ما دام هدفك عبد الله تبينه يعرف انك ما خدعتي، انا اقول خلنا ننطر شويه، خلي طلقها بشكل رسمي وعقوبها اثبتي له اللي تبينه، اوكي؟ وبكذي ضربنا عصفورين بحجر واحد. انت اللي يبيج ضرب الحجر وتبين الصج، انا ندمت اني اخذتك معاي. انت من وين تبين هالافكار؟ رأيت مشاكل؟ يا ربي سوسة. احلى قهوة الاحلى ريم بالدنيا هذه كلها. تفضلي قهوتك. مشكورة. أقول ريم، تقين خالتي أم راشد ليش راحت حق صمود؟ يعني مثلاً عشان تحل المشكلة اللي بينها وبين عبد الله؟ إي أظن. هالشيء طبعاً مو من صالحك. وليش مو من صالحي؟ يعني أنا إيش علاقتي بالموضوع؟ نورة بس كذب. كل اللي بالبيت دروا باللي صار بينك وبين عبد الله أمس. انت ليش تكلميني كذي؟ لان طول عمرنا اخوات وعمرك ما خشيتي عني شيء. انا ما كنت اقصد اني اخش عليك، بس صدقيني الموضوع صار بسرعه وبدون ما ارتب له ولا كان ببالي اصلا، صار فجاه.
واكثر شيء فاجئني انه عبد الله طلع يفكر فيني. عموما الله يهنيكم، تدرين ان انا احبك وايد وابي لك الخير، بس لا تكذبين مره ثانيه. اي ان شاء الله ان شاء الله. على الموعد اللي حددته لك ان شاء الله. اي. خلاص اوكي الساعة 6. يلا السلام عليكم. هذا مشعل؟ اي مشعل، حددت الموعد معاه الساعة 6. عافية عليك. شاطر. ايش فيك؟ ما ادري. احس اني ندمان وتسرعت اني قلت حق شاهد عن موضوع مشعل. لو صابري شوي احسن. أقول صالح، أنت إيش سالفتك؟ ندش بسالفة ونطلع من السالفة؟ ما علي، لا تحاتي. خلنا نفتك من موضوع صمود بالأول. أقولك مني وعد، بجيب ري حق بنتك، ريال سن اللي يحبها ويقدرها ويقدسها بعد. إيش تبي؟ زين شاهد وين علي؟ شاهد في الصالون. ما تبي تغدى وياها؟ سالفتك صالح؟ يا أهل بنتك يا أهل تحاتيها؟ شكلت وش شربت؟ ليش هي وين قاعدة؟ ترى في الصالون يطلبون أكل على حسابي ومن أحسن المطاعم. يلا روح أغير ثيابك عشان تغدى. يلا روح أغير ثيابك. جدامي جدامي، أم لسان طويل يا راعية المشاكل، ما وراك إلا الغثة. حسبي الله عليك من بنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير خالتي، ايش فيها؟ البنت هذه تعبتني وما تسمع الحكي، والظاهر في ناس ثانية بتعبني ما يسمعون الحكي. خير خالتي، شكلك تقصديني. ما هي تقول ان امس عبد الله كان بدارك، الكلام هذا صحيح؟ ما تردين؟ انا احيانا ما اصدق مها لأنها تكذب. عبد الله كان بدارك أمس ولا لا؟ إيه كان عندي. أفا يا نورة، تمنيت الكلام يكون هذا مو صحيح. خالتي أنا ما أدري شلون صار الموضوع، حتى أنا نفسي تفاجأت بتصرفات عبد الله. عبد الله متضايق من صمود، يعني ردة فعل مو أكثر. ما توقعت إنك استغلالية. لا لا خالتي، تتعرفيني زين، اعوذ بالله، انا عمري ما كنت استغلاليه. عبد الله لازم يرجع صموده باي شكل من الاشكال، واللي صار امس بينك وبينه ما بيتكرر مره ثانيه. سمعتي؟ حاضر، لا تشيلين هم، اوعدك انها ما راح تتكرر مره ثانيه. غدا زهر، اعوذ نورة وين؟ ما راح تتغدى معنا؟ دزيت لها مها تقول مالها نفس تاكل. شو مالها نفس؟ مو هي اللي مسوية الغداء. يعني اجبرها تتغدى معنا ولا شلون؟ ما انا ما قاعد اكلمك، قاعد اكلم امي، اوكي؟ عبد الله ترى انا مو قصدي، اهم بعد انا زعلانة عشانها، تبين اروح لها مرة ثانية اكلمها؟ انا الحين اروح اناديها. لهالدرجة تهمك؟ وإذا ما تبي تتغدى كيفه، هي حرة. أكيد تهمني يا يما، بعدين لازم تجي تتغدى معنا. انتوا اكلوا انا راح اناديها. ننطرك لينتي اللي تشوفينها. اموت واعرف هالنوره شو مسويت له؟ مها انت وثالثها معاك. عبد الله
يمكن أعرف إيش فيك. ما فيني شيء. خالف تمسحين دموعك ولما كان مش طالعين. عبد الله عدو قاعد تسوي لك سوالف يعني متضايقة شوي وقاعدة بروحي، شو المشكلة؟ إي بس نورة صارحيني، قولي لي إيش فيك؟ إيش صاير معك؟ أنا ما راح أعيد السؤال. قولي لي إيش صاير معك، قولي. اللي صار بيننا أمس كان غلط. ما كان المفروض يصير. وأنا كنت أنتظر أشوفك علشان أقول لك. يا ليت ننسى اللي صار أمس. تزوجنا اتفقنا ان زواجنا يكون على الورق وبس، واحنا لازم نحترم هالاتفاق، واذا كنا غلطنا مره فمو المفروض ان احنا نكرر الغلطه مره ثانيه. ايش فيك تطالعني كذي؟ خاف تمتعين بموج وبيش تبدلين ملابسك عشان نطلع. نطلع انا وانت وعندك 5 دقائق عشان تبدلي، وانا راح انطرش برا. اوكي بس فهمني بالاول. نفسي اللي كلك عليه. حبايبي اكلوا اكيد يواعي. اوف عبد الله تاخر. لا تقولين اوف، اذا يعانى اكلي. لا مو يعانى، بس المفروض كل هالدقيقه يروح يناديها ويتغدى معانا. الله العالم الحين ايش قاعد تقول له. مها نورة عاقله تسمع الحكي، مو مثل بعض الناس. نورا لابسه خير ان شاء الله، وين بتروح؟ اي ما انا ونورا بنتغدى برا. ولا داعي يما تاكلون برا والاكل موجود هنا في البيت؟ اي يما لا داعي. يلا نورا. انا متاكده مليون بالمية هذه ساحرته، ما يلاقي تفسير ثاني. ما قدي هذا العاجب بنظرك كاهي خذته وطلعت معاه واحنا بس قاعد نطالعهم. اموت واعرف، ما ادري ايش قالت له وحرضت علينا. اموت وافهم بس. مها انت ايش فيك؟ اكله وين ما اكله، ماكو شيء اكله. اكل ماما اكله. اكل حبيبي. الله يسامحك، فشلتني قدام خالتي والبنات. أنا بعرف أنت ليش خليتنا نطلع. أنا واثق مليون بالمية أنك خاشة شيء عني، فقلت نطلع علشان تاخذين راحتك بالكلام. نورة صدقيني، اللي صار لا كانت نزوة ولا غلطة ولا شيء ما يهم. لما أنا دزيت لك مسج كنت أعني كل حرف كتبت لك، وقلت لك إني قاعد أفكر فيك. صدقيني نورة، أمرك وايد يهمني، ومشاعري صوبك كانت صدق بكل كلمة. ما بيك تفكرين لو لحظة بس إن اللي صار أمس كانت غلطة. ترى كلامك وايد ضايقني، أوكي؟
واي واي بموت من القهر. نورة كل هذا يطلع منها؟ أنا بعد صراحة مستغربة. ما يخالف أنت هدي أعصابك شوي عشان أعرف شلون بنتصرف. وأنت ليش كذي بعد مستغربة ومتضايقة؟ يعني أنا اللي عارفة أنت ونورة علاقتكم وايد زينة مع بعض، يعني ما في شيء تتضايقين عليه. ولا ليكون قاعد تفكرين بعبد الله؟ لا حبيبتي، أنت غلطانة، أنا مو متضايقة. ترى نورة هذه ما هي سهلة، إذا خليناها كذي على راحتها الله العالم إيش بتسوي فينا؟ ترى ما هي سهلة. والله قاهريني، طلعوا من غير ما يعبروننا، تخيلي حتى أمه ما سأل عنها. بس ما عليه، صدقين أحس إنها قاعد تبين لنا إن عبد الله صار خاتم صبعها. صار علينا. إيان وياك تطلعين برا المطبخ، فهمتي؟ حاضر. حيا الله مشعل. الله يحييك خالتي. شلونك شخبارك؟ بخير الحمد لله. أقول صالح، تكلمتوا في الموضوع؟ لا ما تكلمنا بس. عيل خوش، أنا أكلم مشعل. بصراحة مشعل، وبعطيك من الآخر، أنا وخالك كلمنا شهد. شهد رافضة موضوع الزواج، تقول مو لي مراضية تزوج. بصراحة أنا شاورت خالك ولقيت إن مها الزوجة المناسبة لك. بصراحة البنت ذوق، جمال، أخلاق، أدب، كاملة مو ناقصها شيء. والله يا خالي ما ادري شيء، يعني مو انا ابتدي وياك بالموضوع، يعني انت ما شاء الله شاب وطموح وكل من يعني يتمنى انك تتزوج بنته، بس مثل ما قالت خالتك ام صمود، شهد الحين مو مفكره بالزواج كلش. بس يا خالي انا يا مشعل، ترى خالك يبي مصلحتك، وانت لو تلف الدنيا كلها ما راح تلاقي زوجه مناسبه لك مثل مها. ولا ايش رايك يا صالح؟ اي عدل عدل، اشرب شايك يبا، اشرب شاي. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي نور ونار، والليالي اجمعتنا من بعد طول انتظار. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي نور ونار، والليالي اجمعتنا من بعد طول انتظار. والحياة من غير وجودك تبقى مر من المرار. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي يا حبيبي نور ونار. خالتي قبل شوي كنت أسولف مع فرح وأحمد، قلت يعني اهتم فيهم شوي دم امهم مساله فيهم. المهم تخيلي قالوا لي معلومه وايد خطيره، قالوا لي ان راشد الله يرحمه كان يطق نوره ويتهاوش معاها بشكل يومي. احمد وفرح هم اللي قالوا لك هالمعلومه؟ اي خالتي هم اللي قالوا لي. وانت ايش دخلك في هالسالفه؟ انت ايش عليك؟ لا تخليني اقول حق عبد الله يطلقك واقطك عند اخوك في البيت، وكيف هذيك ساعه يتصرف معك مثل ما يبي. ليش خالتي انا ايش قلت؟ كل هذا وش قلتي؟ انت ايش عليك بهالامور يا بنت؟ انا ندمت على اللحظه اللي خليت عبد الله يملك عليك. ترى البيت بصوب وانت بصوب، بس ايش مشاكل يا بنت الناس؟ حتى انت بعد مو راضي باللي قاعد يصير بين عبد الله ونوره. هذا موضوع ثاني. احنا للحين ما صلحنا السالفه الاولى اللي مع صمود وعبد الله، تبين تفتحين علي باب ثاني ومشاكل ثانيه؟ ان ما لزمت حدودك يا مها لعلمك حدودك. انت سامعه؟ ارفعي وجهي، ارفعي. ايش هالبنيه هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
صراحة أنا يوميت أكلم خالي كنت أفكر إني أتقدم حق شهد، ودام إن خالي مو موافق على زواجي من شهد فأنا أستأذنكم. وين يا مشعل؟ الكلام أخذ وعطى. يا خالتي أنا سمعت كلامك وفهمت قصدك عدل، بس عن إذنكم أنا ماني موافق. مشعل أقعد، أنا للحين ما خلصت كلامي. أنت إذا تزوجت مها أنا بعطيك شقة. بس يا خالتي الحمد لله أنا عندي بيت وجاهز. عادي، زيادة الخير خيرين. مو بس هذا، وأتكفل مصاريف زواجك من الألف إلى الياء، بعد أسوي لك عرس لا صار ولا استوى، أخلي الديرة كلها تحت شفي. هلا أم فيصل، شلونك؟ الحمد لله. ريم شلونك؟ تمام. ما راح تصعدين فوق؟ لا يعني بقعد شوي اسولف مع ريم وبعدين بروح غرفتي. حيلا عليكم. ايش دعوه عليك؟ شاقه الحلج من هني لهني. مساء الخير يما. مساء النور. عبد الله. خير يما. تعال ابيك بكلمه. مشعل. يعني انا رومانسيه عشان اطالعه. ايش فيك؟ شيء يزعلك؟ يا المجنونة شنو اللي بيزعلني؟ انت حسبة اختي وانا وايد مستانست لك، احسن طلع من مود الحزن هذا. احبك حبيبتي. يلا روحي بدلة. يلا اروح؟ ايه اوكي. يصير خير، انا استاذن الحين. حياك الله يا ولدي. الله يحييك. سلم على الاهل. ها ان شاء الله يوصل خالي. سلام ان شاء الله. الله يسلمك. هذا الموضوع الاول خلصنا منه. ابيك تكلم عبد الله تتفق معاه على ترتيبات الزواج. مشعل مها. بعدين الرجال قال يصير خير، ما قال موافق. ما عليه يا صالح، هو انحرج منك يوم ولا يومين راح يكلمك ويقول لك انا موافق يا خالي. بعدين يا فاطمه الموضوع ما يستاهل كل هذا، شقه وطقطقه ومصاريف. ليش؟ لان الموضوع مهم ويستاهل. بعدين انت من صدقك انا فاطمه اشتري شقه حق الاشكال؟ انا قلت شقه موجوده ومستفيدين منها. عن اي شقه تكلمين؟ طبعا شقتك. انت من صدقك انت؟ اي طبعا من صدق يا صالح. انت عايش معي هني في البيت وشقتك ومستفيد منها. وبعدين أصلاً مشعل مو غريب، مشعل ولد أختك وأنت خالة. فاطمة لو سمحت لي الحد وخلاص، أنا أحبك وأحترمك وقدرك. إيه بدل تبادلين نفس الشعور قاعدة تتصرفين على كيفك تحكمين فيني. لا لي الحد وخلاص، ما أتحمل أنا. كيفك لا تتحمل، أنا مجابرتك تتحمل هالوضع. إيش تقصدين؟ البيت هذا بيتي أنا، وأنا رأية الكلمة الأولى والأخيرة. اللي عاجبه أهلاً وسهلاً، واللي مو عاجبه ترى الباب مبطل، تقدر تاخذ بنتك وتطلع برا البيت. فهمت؟ يبا يبا يلا يبا خلينا نطلع من هالبيت، كرامتنا ما تسمحنا قاعد بهالبيت ولا دقيقه. روحي جهزي اغراضك. حاضر يبا. صالح انت اللي اجبرتني اني اقول لك هالكلام. عقب الكلام اللي قلتي يا فاطمه ما في شيء يقال. روحي جهزي نفسك يلا. يما ايش السالفه؟ روحي زين. Thank you.
شهد صاير ما في أم تحاملنا ولدها ياخذ فكرة خطأ عنها. مستحيل أغشك يا عبد الله، أنت ولدي، شلون أغشك؟ يا ماما يخالف. خليني أكل. اليومين اللي طافوا ما كنت عارفة إيش بقول لك، ولو كلمتك أدنك ما راح تصدق. على هالأساس أنا تصرفت ويبت لك رقم الريال اللي كانت صمود قاعد فيها. أخذ الرقم وكلم، تفهم معه وشوف إيش بقول لك. وأنا متأكدة بقول لك إنه ما بينه وبين صمود أي شيء. وأنا شدراني راح يقول الصدق. أنت أخذ الرقم وقعد معه. على العموم أنا سويت اللي علي، الباقي عليك. أنت من وين جبت الرقم؟ رحت حق صمود وعطتني اياه من تلفونها القديم. فجأة كنت تحبين صمود وتخافين عليه؟ مو هذا الصمود اللي كنت راضية تزوجها؟ عبد الله عمرك ما كلمتني بالطريقة هذه. أول مرة أعرف إن قلبك قاسي. يما شاهد قلنا أنت طردتيهم. إي. أنت أساساً كنت رافضة زواجي من صالح. أو ما توطين صالح ولا بنته بعيشة الله. ليش متضايقة؟ اي اوكي بس انا قاعد اتكلم عن اسلوبك. اسلوبي انا هذا اسلوبي. انا تزوجت على اساس ينفعني يوقف معاي، بس ما منه فوت. كل ما اقول له على شيء ما يدري ما يعرف ما يرضى. شبي فيه يعني الحين انت زواجك كله مصلحه؟ اذا هو ما سوى لك الشيء اللي انت تبينه خلاص ما تبينه. تزوجت علشان سواد عيونه مثلا؟ اكيد عشان مصلحتي، خصوصا ان مصلحتي فوق كل اعتبار في هالحياه. فهمتي؟ يما أنا صدق كنت رافضة موضوع زواجك، بس لما احتكيت بعمي صالح شفت إنه إنسان وايد طيب ووايد زين، والأهم من هذا كله إنه هو يحبك. لا تفرطين فيه، ونصيحتي لك صلحي غلطتك. لا تخافين، اللي خلى صالح يركض وراي طول هالسنين ما راح يتركني عشان كلمتين سمعهم مني. لا تخافين. لا 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 صدقيني ترى انتي غلطانه. لا تصيرين ثقه كذي وايد، ترى الانسان لازم ما عليه كرامته. ها ايش دراني هذا اللي صار؟ وبعدين كيفه يبي يروح خليه يروح. سمعي يا فاطمه، كلمتين بقولهم لك وانا اللي طالع. صالح اذا طلعت مو عقب يوم يومين ترد نادم. حزتها تشوف إهانة عمرك ما شفتها، لأني ما راح أسامحك. خليني أطلع، وإذا رجعتش بعد يوم يومين نادم ذيك الساعة سوي فيني اللي تبينه وهينيني مثل ما تبين. ساعتها إذا رجعت أستاهل اللي تسوينه فيني أنا وبنتي. صالح صالح لا تكبر المواضيع، إحنا مو ياهال ولا آخر اثنين ولا أول اثنين يتهاوشون. يعني تصير بعدين. أنا لما تحكيت كنت معصبة. إيه كنت معصبة، ما كنت أقصد الكلام اللي أقوله. لا تكبر المواضيع صالحات. إلا الكرامة يا فاطمة، أتحملك وأتحمل كل أغلاطك لكن ما توصل للكرامة. صالح ودي سنك حقك علي. أنا آسفة صالح، أنا أحبك وانت تحبني. صالح سنين واحنا ننطر بعض، اللي يسلمك لا تتركني. انا احبك، اذا تبي احب على راس بنتك واقول لها انا اسفه، بس اللي يسلمك لا تتركني صالح لان احبك. مكسور من داخل، بس احاول ما ابين هالشيء. انت تدري انا ايش كثر احبس واموت عليها، فتخيل ايش قاعد يصير فيني من داخل بس اكتشفت انها تحب احد ثاني.
عمري ما حقت على الدنيا كذي. بس أنا تغيرت يا أمه، لأن الصدمة كانت كبيرة. انصدمت في أهم اثنين في حياتي، أنت وصمود. يبا أنا تعبانة شوي، بروح أنام. تبي شيء؟ سلامة يا أبو رجب، تصبح على خير. أقول يا أبو شهد، أبي أنام دارك اليوم. اللي تشوفه يبا، بروح أحضر الفراش. ألو، هلا هلا فاطمة. هلا بمراشد، هلا بأختي الغالية. أنا آسفة، عسى ما أكون أزعجتك تكوني نايمة ولا شيء. لا حبيبتي، ما أزعجتيني ولا شيء، بس مو عوايدك تتصلين فيني. أنا حبيت أشكرك على موقفك مع صمود بنتي، وشلون إنك أقنعتي ولدك عشان يردها. أنا ما أحب أظلم أحد، صمود بنتي صدق غلطت، بس كلنا نغلط، بس ما توصل الأمور للطلاق. أنا حبيت أكافئك وأرد لك المعروف اللي سويتيه مع بنتي. ولد أخت صالح شاب فيه كل المواصفات اللي تتمناها أي بنت، والولد يبي يتزوج. عاد أنا قلت يت ويا بهالله. شلون يعني؟ كلمت عن مها بنت أختك ومدحت في البنت قدامه، والريال وايد استانس، ما طلع الا تاكد ان احنا راح نتقدم لها رسمي. تقصدين مشعل؟ وي تعرفين مشعل؟ اي اعرفه واعرف امه، ما في مناسبه تصير عندنا الا يزورونا. عيل خوش، ما يحتاج اكلمك عنه. لا ما يحتاج. شوفي الوقت اللي يناسبكم عشان نتقدم حق البنت رسمي، انا وصالح ومشعل. خير ان شاء الله، خلي أكلم مها بالموضوع عقب يصير خير. بيننا اتصال حبيبتي. الله يجيب اللي فيه الخير يا خيتي أم راشد. مع السلامة. صيبة صعبتك لئيمة. يا وجهل ليش مو نايمة؟ ما أدري يبا، مو قادر أنام. والله يا بنيتي حتى أنا ماني قادر أنام. مو لو رايحين بيتنا أحسن. ترى خالتي فاطمة تبينا نقعد هني بس عشان الكلمة الأولى والأخيرة تكون لها. أدري وأدري. أول مرة بحياتي أشوفك كذي يبا. خلنا نرجع بيتنا، ما أحب أشوفك ضعيف، واحد قاعد يتحكم فيك. شنو ما كان السبب يصير، هالوضع مو لازم يستمر. أقولي يبا شادي، إذا بخاطر تشيد قولين أقولي أنا سمك. لا يبا، ما عندي شيء أقوله. طبعاً يا خالتي أنا ماني موافقة. وليش ما أنت موافقة؟
انت لو لفيت الدنيا كلها ما راح تلقين نفس مشعل. شنو خالتي؟ تتبين تفتكين مني؟ انا ابي الفكه منك. انت حمدي ربك ان اللي مثل مشعل تقدم لك. ليش انا ايش ناقصني؟ ايش فيني؟ حبيبتي لسانش طويل، مو ناقصك شيء. بس اللي مثل مشعل اذا تقدم حق وحده اتمسك فيه ما تضيعه. وجنك ما تدرين ان فاطمه اهل ورا هالموضوع. لا عارفه ان فاطمه ورا هالموضوع. تبي الفكه منك بسبب اللي سويتيه في بنتها صمود. عموما انا ما همتني فاطمه ولا غير فاطمه. انا اللي يهمني ان مشعل هو نفسه اللي يبي تقدم لك. وانا ما ابي اتزوج لا مشعل ولا غير مشعل. بس مو هذا اتفاقنا؟ انا يا خالتي في امور وايد صارت عقب ما تزوجت عبد الله. امور؟ امور مثل شنو يعني؟ ما اقدر اتحكي اكثر من كذي، بس كل اقدر اقوله ان الوضع تغير عن الاول. تصبحين على خير. شلون؟ البنت هذه ايش تقصد بكلامها؟ فرح يا امه زين كلها مدرسه نبي ننام شويه. بس يلا يلا يا امه قومي. خمس دقائق. ما في خمس دقائق. يلا قومي قومي. احمد الله يلا قوم. خمس دقائق بس تكفى. بس خمس دقائق. ما في خمس دقائق. يلا قومي. زين ما صار رغيب. قومي قومي قوم يلا. صباح الخير حبيبي. يلا 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 بسرعة عشان ما نبي نتأخر. يلا يما يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. تعال 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 هات جنطتك تعال. تريقه وبسرعه وتريقه وزين. ها ان شاء الله. يلا على ما بدل الثياب روحوا. صباح الخير نورا. ايش فيك؟
صباح النور. هلا خالتي. ايش فيك؟ ولا شيء، كنت مارة بالصدفة ولقيت مها طالعة من غرفة عبد الله. مها؟ ايه. انت متأكدة انها مها؟ ايه، انا شايفتهم بعيوني الثنتين. وين هي؟ فيه؟ فوق بغرفتها. صباح الخير يا حلوة. هلا. صباح النور. ايش فيك؟ تنفيس عصب. ما شفتها طالعة من غرفة عبد الله. اي حليلها، نعجب فيها شكلها. على فكرة أنا ما عندي مشكلة، أنا زوجته وهي بعد زوجته، يعني ما تفرق معي. واي مؤمنتش، ثلج قالب ثلج، ما عندش غيره. ها بروح تريق، يلا ناطرتش نزلي. أمس مريتش بس ما لقيتش، قلت أكيد نايمة عند العيال. عشان كذي طلبت منها أنها تجي، صح؟ ما هتيني؟ ترى ما فهمت قصدك. على فكرة عادي، أنا ما عندي مشكلة، مثل ما أنا زوجتك إيه بعد زوجتك. بس ما في داعي نضحك على بعض. زين نورة، خلنا نتفاهم أول شيء. الحين أنت بتفهميني إن عبد الله أول اللي متصل عليك وقايل لي تعالين الدار؟ هو لي كلامي دش العقل؟ خالتي أنت ليش مستغربة؟ هو أنا أدري إن أنا تزوجت عبد الله زواج على الورق، بس أنا أحبه واكتشفت عبد الله يحبني. يا سبحان الله، ومتى صار هالحكي؟ زي أنا أبي أفهم، يعني نورة وريم بشنو أحسن مني؟ بعدين المنطق يقول إذا عبد الله يبي يختار بيني وبين ريم ونورة رح يختارني أنا. تدرين ليش؟ إن أنا أحلام مصغرة. أنت بتجننيني؟ اللي سمعت يقول كلش ما أعرف ولدي. خالتي إيش فيك؟ بالأول عبد الله كانت مشكلته الصمود، الحين خلاص طلقها، خليه هو كيف يختار، قراره بيده. وأنت صادقة، القرار بيده. عموما أنا بقعد مع عبد الله وبفهم منه السالفة، بس متأكدة 100% ما بينك وبينه شيء. بس عارفة ليش تسوين كذي؟ تبين تنسينا سالفة مشعل، وكذي مشعل. لا تاكلون جبن وايد تصيرون أغبية، ناقصين غباء احنا. صباح الخير. صباح النور. معدل شعرك اليوم؟ شلونكم؟ تمام. عبد الله ابوي دق علي وكان شكله وايد معصب، في شيء صار بينكم بالشغل؟ لا هو مو صاير شيء، بس هو وايد مستعجل على موضوع الورد. وبيني وبينك يعني موضوع توكيلك بإدارة حصتك راح تسبب لي مشاكل. انزين، هو بيزون اليوم، تبيني اقول شيء معين؟ يعني ابيك تقولي لنا ينطر شوي على موضوع الورد، بعدين نقعد مع بعض كلنا نتفاهم على كل شيء. ان شاء الله بسوي اللي اقدر عليه. هل فيصل وينه؟ ما اشوفه. فصول نايم بس عادي يكون قاعد الحين، واذا قاعد وما لقاني قدامه بيسوي مناحه. ولا شو ما تريقته؟ بلا. زين تريقوا بسرعه يلا عشان اوديكم للمدرسه. الحين متضايقه؟ وليش اضايق؟ هذه حياتك وانت حر فيها. على فكره الحين ما ادري شنو تقصدين. اوكي. صباح الخير. صباح النور. هلا يما. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. بسم الله. تفضل عبد الله. مشكورة. ما شاء الله خالتي، عبد الله لما ينام ينام مثل الياهل، ما تسمعي الا صوت. ها شنو مناسبة هالحكي؟ لأن سمعتهم يقولون إنك تشاخر لما تنام. إيه بس أنا ما شاخر وأنا نايم. إيه أدري. إيش دراج؟ بعدين أفهمك سالفة، بعدين. يلا أكل عشان وراك شغل. ترى وضعك مريب، أوكي؟
يا حلوك يا عبد الله، ضحكنا على الصبح. ممكن اعرف السالفة عشان نضحك معاكم؟ ما يصير خالتي، ما يصير اقول شيء، اسرار. يلا بسم الله. صمود، عبد الله ما اتصل عليك؟ وايد متفائل انه راح يدق علي عقب ما يقعد مع الولد ويعرف انه ما بينك وبينه شيء، اكيد بيتصل عليك. لا صح كلامك، راح يدق علي ويقول لي انا اسف وحقك علي وغلطت بحقك وايد. اذا كان يحبك المفروض هذا اللي يصير. مع عبد الله لو كان يحبني كان من امس كلم الريان، بس انا ادري ان عبد الله متاكد من داخله اني انا خدعت. انزين اثبتي لي انتي العكس. شلون تبيني اثبت له؟ اتصلي عليه، كلمي، اعتبي اللي سواه فيك. لا والله عاد انا كرامتي ما تسمح لي. حلوه كرامتي ما تسمح لي، خلي كرامتك تنفيك يوم كرامه. انا بروح الصالون كرامتي. لازم تشيك على الحداية، إذا خلص هذيل نطلب طلبية ثانية. نفس الشيء. أستاذ عبد الله. أريبا. في مشكلة. ها صاير. لجنة الإشراف موقفين 5 مشاريع من عندي. إيش قاعد تقول أنت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يبا. هلا، هلا بنيتي. هاري ما، شلونك؟ تمام. شو أخبارك؟ زين حياكم. الله يحييك. واي ريمو ريمو، شوفي 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 ليمو، شوفي ولا حالاتهم، شوفي شنو سليت حق بصولي. ترى اختك هذه مصاحيه فوق الساعتين قاعد تفطر فينا علشان هاللعبه هذه. واي ريمو ابوي ايش كثر يحن، ايش كثر يحن. اقول له امش خلينا نشتري حق فصولي لعبه، يقول لي اعطي حق امه فلوس وهي تشتري له. يمكن مشغول. ايه هذا السنع، هذا حكي الناس العاقله. والله عادي يبا، العمر يخلص والشغل ما يخلص. ليش كثر قاعد انصحك؟ اقول لك شوف حياتك، التفت لها شوي. ريمو اقترحت عليه خوش اقتراح، اقول له تزوج، دورت له خوش مره بس مو راضي، ابوك راسه يابس عنيد. هذه مي صاحيه، جايبت لي واحده كبر يدتي تبيني اتزوج. ترى ابوي حده واحده بالتعش بالكثير 20. بعد انت كنت تطن زين؟ الحين عرفت القمنده. خوش كان قلت لي من زمان انك تبي واحده صغيره، ام 16 17 18. ترى الحل عند بنتك زهوره. انا من الاول كنت ما ابي اجيبك معي، ادري بتسولفين وبتضيعين علينا الوقت على الفاضي. زريبه خلاص بنتم واقفين، يلا حياكم. اقول حبيبتي لا حياكم ولا شيء، انا مالي شغل لا فيك ولا في ابوي. فصولي وينه؟ ما يتم الوله عليه. يلا الحين خلي حميده تنادي. حميده يبي فصول تحت. حياتي حبيب خالته والله. حياك يبا. زين اذا احنا غيرنا نظام التكييف تتوقع كم خسارتنا؟ والله يا عبد الله تقريبا 1,000,000 دينار. اوف شي كارثه. بس احنا كشركه ما نتحمل اي خساره، في متعهد بيننا وبين عقد وحاطين بالعقد كل المواصفات اللي نبيها، واذا ما التزم بالمواصفات هو يتحمل المسؤوليه. بس انت تدري ابو ريم هو مسؤول عن الموضوع. ادري يا عبد الله، ادري ان موقفك صعب بس هو غلط ويتحمل غلطه. رد عليك؟ ما قادر يرد. اتصل عليه لما يرد عليك. يا يبا الشغل صاير فوضى. عبد الله ما يدري وين الله قاطه ولا هو قادر يسيطر على الشركه. هذا غير متعهدين اللي كل واحد قاعد يشتغل على كيفه. المهندسين والعمال ما عندهم احساس بالمسؤوليه. يعني يبا انا شنو بدي اسوي؟ سويت لك وكاله باداره حصتي انا ووالدي. التوكيل هذا يا يبا انا ما استفدت منه. المهم سالفه حصر الورث تخلص بسرعه، الوقت قاعد يمر علينا. يبا هالموضوع المحامي هو اللي يشوفه مو انا. ادري بس انا ابيك تضغطين على عبد الله علشان يقول حق المحامي يخلصنا. ان شاء الله يبا يصير خير. وفي نقطه ثانيه، ابي تسوي لي وكاله عامه علشان اقدر اتصرف وانقذ اللي اقدر انقذه. يبا ايش في قاعد تحاكيني كنا الشركه بتنهار. لا لا الشركه بتنهار، اكيد بتنهار اذا ما تصرفنا بسرعه. وشون بنتصرف؟
حصتك انت وفيصل ناخذها ونسويها فلوس ونطلع من الشركه، هذا هو الحل الوحيد. يبا ما يصير كذي، الشركه بتخترب. تخترب تحترق بجهينه، المهم حصتك انت وفيصل. لا يبا انا كلش مو معاك باللي تقوله. يا يبا انا اهم شيء عندي مصلحتك ومصلحه ولدك. يا بس يا يبا عبد الله زوجي. يبا زوجك على الورق بس، ايش فيك انت؟ ويا ريت نخلص من هالورقه ونشقها ونقطها، لو يطلقك اصلا نرتاح من هالسالفه كلها. خير؟ متصلين فيني اكثر من 50 مره، صاير شيء؟ تسالني بعد صاير؟ ايه ما ادري ايش اللي صاير. لجنه الاشراف على المباني رفضت تستلم مني 5 مباني. ليش؟ لان نظام التكييف غير اللي موجود بالعقد، وانت مسؤول عن هالشيء. ايش هالكلام الغريب اللي قاعد تقوله؟ بريم، بيني وبينك في عقد وانت خالفت هالعقد، وهالشيء راح يترتب عليه خسائر وايد. يبا هذه مو اول مره انا ادخل معاكم مشاريع وعمري ما خالفت بنود العقد، اكيد في شيء غلط. الظاهر هالمره تهاونت واعتبرت نفسك شريك بالشركه، قلت اسوي اللي ابيه، ما حد راح يحاسبني. يعني شنو؟ انت بتحاسبني؟ انا احاسبك وحاسب غيرك. انت غلط ولازم تدفع ثمن غلطك، واي خسائر الشركه ما لها شغل، انت لازم تدفعها. انت قاعد تكلمني وكانك انت صاحب الشركه. الشركه هذه شركه اخواني، اخواني اللي كبروها وسووها، وما راح اسمح لاي احد يخربها، لا انت ولا غيرك. شوف عاد، تراك تجاوزت حدودك معاي. انا اللي صبرت عليك وايد، اسمعني، قدامك حل من الاثنين، يا انك تصحح غلطك يا انك تتنازل عن حقوقك الماليه بالشركه ومالك شغل باي شيء. انت من صدقك؟ انا حاط بالمشروع هذا اكثر من 800,000 دينار. احنا عقب ما نصحح اخطائك اذا بقالك فلوس راح اعطيك اياها. يعني كذي انت بتحاربني؟ وصدقني ما راح اسكت. سوي اللي تبي تسويه، انا شغلي قانوني، وانا بيني وبينك كان عقد وانت خالفته. ترى قلت لك ما اسكت. اللي يطلع بيدك سوها. لا بيدي اشياء كثيره اقدر اسويها. صدقني يا عبد الله تندم، وقول ما قال لي بريم. هيا فصولي حبيب خالته فصولي. غريبة ايش فيك؟ سمعيني عدل، الحين بمر البيت اخذك، جهزي نفسك انت وفيصل، بتيون عندي البيت. ليش يبا؟ ايش صاير؟ قلت لك لما تين عندي البيت افهمك، جهزي نفسك، انا جايك بالطريق. ايش فيك الموضوع؟ ما ادري، ابوي يقول لي جهزي نفسك باخذك معي البيت. زين ما قالك ليش؟ لا ما قال لي، كان حده معصب اصلا ما فهمت شيء. غريبة. اسنو ماما هاك. اسنو سوفي فصولي. سوفي شوفي عاد ولدك ما قاعد يتلفنا. هاك ما يبي، هن حناتهم يبي يلعبون مع خالتهم. تبي الصج عاد يا عبد الله، اللي سويته عين العقل. بوريم قاعد يتصرف بالشركه كانه شركته، لازم واحد يوقف عند حده. مو المشكله، هو عنده توكيل عن فيصل وام فيصل انه يدير حصتهم بالشركه، واذا خلصنا موضوع الورث راح يتدخل بكل شيء. ولازم تقنع ام فيصل انها تلغي الوكاله، هذا مو هم احد الا نفسه. صراحه مو عارف ايش اسوي. زين انا بمشي. رايح الشركه؟ لا بشاي تكفى، ابيك تحل الموضوع، ما ابي اتاخر بتسليم المشروع، لان كل ما اتاخر كل ما راح ادفع غرامات. لا تشيل هم، هالموضوع علي وان شاء الله ما يصير الخير. مشكور ما تقصر. يلا مع السلامه. هلا بوري. هلا بوري، حياك الله. هلا مراشد، وين ريم وزهرة؟ وليش مستايل؟ تفضل استريح. لا انا جاي اخذ البنات وبمشي. تاخذهم وين ان شاء الله؟ البيت عندي، ريم ما لها مكان هني، مكانها ببيت ابوها. زين تفضل استريح الحين، تفضل. رايي انت لا تنزلين تحت، وحتى شوف لا تشوفينها. شلون يعني ما اشوفها؟ انت ما تعرفين ابوي؟ شنو يعني ما تعرفين ابوك؟ انت اذا ما تبي تروحين مع ابوي ترى ابوي ما له حق يقصب ياخذك من بيت ريلك. ريلي؟ اي ريلي تحكين عنه؟ ريم حبيبتي ايش فيك؟ اسم الله عليك،
انت نسيتي انك تزوجتي عبد الله علشان يحميك من ابوي؟ وهذا انا زوجت عبد الله، شو اللي تغير يعني؟ عشان اتزوج عبد الله انجبرت اسوي وكاله حق ابوي، يعني بكل الحالات ابوي مناشدني. اشوف كأن لهجتك تغيرت واللي ابوي قاعد يسوي وايد عاجبك. لا طبعا ما عاجبني. شو اسوي؟ مو بيدي اي شيء. على الاقل عند ابوي ما راح اخسر فلوسي ولا اخسر حياتي. زهره. زهره انا للحين صغيره، للحين شباب. حرام ادفن شبابي مع عبد الله. ادفنه عشان شنو؟ عشان فلوس؟ فلوس الدنيا كلها ما راح تعوضني يوم واحد من حياتي. يا ترى عبد الله قابل عمر ولا لا؟ وإذا قابله شنو صار بينهم؟ أنا خايفة وايد هالموضوع ما يجيب نتيجة. عبد الله شك دخل قلبه. والله أعلم راح يصدق اللي راح يقوله لعامر ولا لا. والكافيه صاير بالنص. يا أنا موجود قاعد. ما أشوفك. آه تعال. شكرا. تفضل. قولي شو الموضوع؟ حليبة وين اختك؟ يبا اختي ريم فوق بغرفتها. وليش ما نزلت معاك؟ سمعي ترى انا ما تغشمر، انا ماني طالع من هني الا وهي معاي، ولا بعفس الدنيا فوق رزكم. يبا انت ليش قاعد تسوي كذي؟ ليش مو مخلي البنت بحالها؟ مو كافي اللي فيها؟ ترى اللي فيها مكفيها. يبا انت كل هذا قاعد تسويه علشان شنو؟ علشان الفلوس؟ الفلوس عندك اهم من سعادة بناتك وحياتهم؟ استغفر الله. يبا حرام عليك، ترى احنا بناتك من لحمك ودمك. يبا ليش قاعد تسوي فينا كذي؟ احنا ما لنا غيرك بالدنيا، ليش قاعد تتعامل معانا كأنك عدو مو ابو؟ يبا حرام عليك حرام. لا تعتقدين ان انا تضايقت من كلامك اللي سمعته. اذا تضايقت معناته اني انا ظلمتك. انت بنت صغيره ومن حقك تعيشين حياتك، وانتي مثل بنتي، لا يمكن اظلمك. ايه بس خالتي يعني انا. خليني اكمل كلامي. انا قعدت مع عبد الله وتكلمت معاه بخصوصك. هم عبد الله لا يمكن يظلمك. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني قعدت انا وعبد الله وتكلمنا بخصوصكم انتوا الاثنين، بس لما سمعت كلامك قررت انا اقول لك شنو قلنا بالنسبه لكم انتوا الاثنين. عبد الله ما يبي الزوجة على ورق بس، عبد الله يبي الزوجة. هو قال هالحكي؟ اي، وكان ناوي يطلع يتعشى معاك برا البيت اليوم ويفاتحك بالموضوع بس بعيد عن اجواء البيت. اي بس انا يعني ما حسيت ان انت بالذات لك معزة خاصة عند عبد الله. معزة خاصة؟ ليش بالله هالمعزة الخاصة تطلع بيوم؟ لا طبعا مو بيوم، بس تطلعين مع عبد الله وتقعدين معها ويتكلم معاك بتعرفين ان انا كل كلمه قلتها لك هي الصح. انا اسفه عبد الله، عقب ما طلقتني وما سمعت مني ولا اهتميت بمشاعري، عقب ما حطيت الحسره بقلبي انا مستحيل انسى وارجع لك. صمود عاد قدري موقفي، يعني اي حد كان مكاني كان سوى نفس اللي سويته. بعدين انت تدري انا ايش كثر احبك، يعني مستحيل اتخيل انك تفكرين باحد ثاني. وانا عمري ما فكرت اني اكون مع احد غير. لما قعدت مع الوالد تاكدت. صدقيني اذا انا ما كنت متاكد من هالشيء كان ما قعدت معك هالقعده وقلت لك رجعي. الحمد لله انك تاكدت بنفسك، بس علشان ما تحط في بالك اني انا خدعتك. بس هذا مو معناته اني انا راح انسى وعلاقتنا ترجع مثل اول، لا. صمود بس عبد الله الله يخليك، جد انا مالي خلق اتكلم مع احد، الله يخليك، خلني بروحي.
يلا عاد روح اناديها خل تنزل من دارها يلا بعدين ماك انت. ريم تقول لك ما تبي تترك بيت زوجها ومهي رايحه معك. اي زوجها يا مراشد؟ اي زوجها وانا وانت نعرف ان هذا كلام على ورق. الكلام هذا كان اول. الحين يا ليت تطلع من البيت قبل عبد الله يوصل. شنو؟ تخوفيني بعبد الله؟ انا ما خوفك بحد. لكن هذا هو الصج. ما نبي تصير مشكله احنا في غنى عنها. وانا ماني طالع من هني الا وريم معاي، وخليني اشوف عبد الله مالك هذا ايش بيسوي. شوف عبد الله، انا ما انكر اني كنت اتمنى انك تحس بغلطتك وانتي تعتذر تطلب مني اني ارجع لك، بس هذا مو معناته اني راح انسى كل شيء بسهوله. لا عبد الله لو سمحت اطلع لك، لاني انا مالي خلق لا اتكلم معاك ولا اشوفك. صمود انا مقدر موقفك، بس الموضوع بس شنو؟ ليكون انت قد حاطه في بالك انك تطلقني وعقب كم يوم تراجع نفسك وتقول لي رجعي وانا اقول لك حاضر وتم ومن عيوني؟ لا. زين والحل؟ ما كله حل واحد. اللي هو؟ نلتقي باكر انا وانت في المحكمه وتطلقني بشكل رسمي. صمود انت من صجك؟ اي من صجي، انا وانت ما نقدر نعيش ويا بعض خلاص. والحل الوحيد بيننا الطلاق. ماني طالع يا ام راشد من البيت هذا الا وريم معاي، سمعتيني ولا لا؟ ريم بريم يا ريم بريم يمه للحين ما بدلت ملابسك؟ يلا راح فوق انا ملابسك تعالي. يبا هالبيت بيتي وما راح اهده، واذا في مشاكل بينك وبين عبد الله حلوها بينكم. شنو؟ تعصين امري؟ يبا ما اعصي امرك، بس هذا بيتي ما راح اطلع منه. انا ابوك وادرى بمصلحتك، بتطلعين معاي غصب عليك، بتطلعين ولا سحبك؟ ها بريم اللي دش هالبيت ما ينهان، انت سمعت؟ انا بسحبها واشوف منين تتدخل. وخر زين وخر يبا انا اقولك خلاص انتهى خلاص وخر يبا وريم يبا وخر يبا عندكتي يبا وخر قاعد اقول لك وقف يبا وقف. انت جنيت؟ شوف ما حد يقدر يمنعني اني اخذ معاي بنتي. فخر ايدك ريم دش داخل. انا كم مره قايل لك لا تتدخل بيني وبين بنتي؟ معني هالمرة راح اطوف لك اياها، بس مرة ثانية ما بشوفك لا هني ولا بالشرق. يلا اطلع اي اطلع برا يلا اطلع برا اوريك يا عبد الله. قلهم يسوون عصير.